السلام عليكم ورحمة الله. كتابة باراجراف عن ماي سيتي مدينتي. أبدأ بمقدمة بسيطة، أسيب فراغ. I want to write about my city. أنا أريد أن أكتب عن مدينتي. I am happy to write about it. أنا سعيد بالحديث عنها. My city is a very nice city. مدينتي مدينة جميلة جدا. I like it because it has everything I need. أنا أحبها لأن فيها كل حاجة أنا محتاجها. It has very good restaurants. فيها مطاعم جيدة جدا. Coffee shops ومقاهي. And many good places وأماكن جيدة جدا. Also أيضا also فيها إيه كمان؟ my relatives كمان أقاربي موجودين فيها. يبقى my relatives live here. أقاربي بيعيشوا هنا. And we and we visit them every week. واحنا بنزورهم كل اسبوع. The weather in my city is very nice. الطقس في مدينتي جميل جدا. But it is hot in summer أو in the summer. ولكنه حار في الصيف. بس كان إن شاء الله ممكن تزود أفكار تانية أو تكتفي بدي إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم.